واحد مثلا 100 قوسها صفر راح يساوي لنا واحد تمام؟ اي عدد اسه صفر راح يساوي لي واحد، قبل تكتبها واحد، شوف الاس ماله صفر تكتب اياه واحد. الملاحظة الثالثة، اي عدد اسه واحد راح يساوي لي العدد تمام؟ اي عدد اسه واحد راح يساوي لي العدد. هسه فرضا ناخذ لنا عددين، خلينا نقول الألفين أو الميتين أس واحد، فراح شو يساوي لنا؟ ميتين، معناته ميتين وحدة. هسه مثلا عدد اثنين أس واحد راح شو يساوي لنا؟ اثنين. عدد ثلاثة أس واحد راح شو يساوي لنا؟ ثلاثة، لأن أس واحد، يعني أي عدد أس واحد يساوي لي العدد نفسه. تمام؟ يساوي لي العدد نفسه. الملاحظة الرابعة، تمام، أس العدد عشرة يمثل عدد أصفار، شلون عدد الأصفار؟ تمام، هسه مثلا عندي عشرة أس خمسة، فهاي الأس مالها العشرة الأس مالها راح يكون أصفار، يعني تنزل تقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمس أصفار، تمام؟ بهالشكل هذا. لو اجي مثلا رقم 10 اس 3 فراح يكون 1 2 3، تخلي لك 1 و 3 اصفار، تمام؟ مثلا 10 اس 2 فراح شو يصير؟ 1 2.